فريدة ممثلة صاعدة إن شاء الله. أهلا بيك يا فريدة. أهلا. والجميلة جنة محمد ثروت من فريق عمل فيلم القرار. ديما ديما عفوا يا ديما، أنا آسفة يا ديما، عشان إحنا جنة هتجيلنا في الحوار اللي جاي. ديما محمد محمود من فريق عمل فيلم القرار، أهلا بيك يا ديما. ديما أنت مثلتي في الفيلم وخرجتي كمان على المسرح. وخرجت. وطلعتي كمان على المسرح وكنتي بداية الكلمة لباقي كل ممثلين الصغيرين زمايلك، انت اللي خدتي بدايه الكلمه، صح كده؟ انت منورانا يا ديما، وانا سعيده بوجودكم، وان شاء الله نشوفكم كده في حاجات اكتر والبدايه حلوه وجميله. بتتكلموا عن حاجه تخص الوطن، كنتوا حاسين بايه؟ انا هبدا معاهم، كنتوا حاسين بايه؟ يعني ديما اتفضلي يا ديما. كنت مبسوطه جدا يعني، ويعني كنت حاسه اني يعني مبسوطة جدا اني يعني بقدم قدام رئيس الجمهورية يعني. و كنت قلقانة يعني الوقوف على المسرح ده حاجة لا. مهمة. ايوه بس في الكواليس انا كنت أيوة. خايفة، وقعدت اقول انا هغلط، انا خايفة مش عارفة يعني. فبس اول ما شفت الفيلم في الفيلم وهو في نهايته يعني، هو بيخلص يعني خلاص، وانا خارجة على المسرح كنت خلاص يعني، قلت خلاص يعني ما فيهاش حاجة. فيش حاجة يا جماعة يعني، أنا خارجة على المسرح. وبعدين رجعتي بقى يعني وسمعتي الحاجات كده مع نفسك الأول. أو صح، شفتي أنا عارفة إزاي عملتي إيه؟ أيوة بس في الكواليس وأنا ورا المسرح لأ. كنتي جاهزة. وكنتم راجعين وكل أو. حاجة بصراحة كانت حلوة قوي ومترتبة قوي قوي، كنتوا كويسين قوي بصراحة، ما شاء الله عليكم. طيب فريدة، او انا عملتي ايه انا بقى علشان تطلعي زي انا ما شفناكي كنت كده منوره مبسوطه، الدنيا؟ بس كنت خايفه جدا في الكواليس، وخلاص بقى انا ما كنتش عايزه اطلع، بس قلت خلاص يعني دي حاجه هعملها وهتعود منها ان انا خلاص عادي اقف قدام اي حد، ان انا وقفت قدام رئيس الجمهوريه، فده بخليني بعد كده ما اتكسفش. عندك حق، اداكوا قوه. يعني رئيس الجمهوريه مش هنتكسف من حد يعني، كل خلاص الناس بقى اللي هنشوفهم خلاص يعني تقدروا بقى تنطلقوا. هنقدر يعني، ما اتكسفناش قدام رئيس الجمهورية اكيد مش بس هنتكسف كان في شوية قلق تاني. وخوف اكيد عادي الطبيعي اللي بيحصل. اكيد يا حبيبتي طبعا لازم، علشان ده قلق النجاح اللي حصل، ده القلق اللي خلاكي تذاكري كويس وتطلعي بصورة مشرفة، فده طبيعي زي ما انت قلتي، الطبيعي اللي بيحصل. ايوه يعني احنا كويس يعني، حلو يعني ان احنا كنا خايفين عشان ما كناش يعني ما نغلطش خالص ونعمل حلو، عشان احنا يعني قدام رئيس الجمهورية. وانتوا عملتوا حلو، عملتوا حلو قوي.